ثواني بدوش هيك انا بقولك شو بده. قسمتك بيني وبين روحي. هذا شيء رائع جدا. هي هاي الأرجيلة زي ما انت شايف بامكانك تفيب عليها بالطريقة هاي، وبامكانك انك تشيل الجهاز وتفيب عليه بشكل كامل. خليك معي عشان تتعرف على أرجيلة اكسترا هوك كلاود. يلا مرحبا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا تمام. معكم ابو ورد فيبر جي. دائما بيجيني السؤال من لما بلشنا نفيب، من لما بلشت هاي القناة بحيز الوجود. ابو ورد انا متعود على الارجيلة، انا متعود على الارجيلة التقليدية، امسك ارجيلة احضر مباراة احضر فيلم اعيش هذا الجو والمزاج. انا بصراحة كنت دائما اقول له انه دائما عود حالك على الجهاز، لكن في ناس كثير مش قادر تعود حالها على هذا الجهاز، بدها ارجيلة وبدها بربيش او زي ما بسموه اخوان المصريين لي او خرطوم او ايا كان، بدها الارجيلة التقليدية بالمعنى الحرفي. شركة اكسترا عملت هذا الشيء لهدول الناس مشان فعليا انت لما بدك تفيب على هيك شكل قادر تفيب على هيك شكل كمان قادر. هاي هي شركة اكسترا، وهذا فعليا الاختراع اللي شفناه بمعرض الفيب بدبي وورد فيب شو، واللي فعليا كان خرافي. وانا انصدمت بجوز اللايفات اللي شفتوها انه لما كنت امر جنب بوث اكسترا اطلع عليه انه ايش هذا. انا بعرف انه في شركات عاملة هيد هو بيتركب على الارجيلة العادية، لكن بامكانك انك تحط بالهيد ليكويد، لكن هاي ارجيلة كاملة متكاملة. والاصيع والاحلى انه انت بامكانك تمسك هذا الجهاز وتفيب وما عندك اي مشكلة. خليكم معي لتشوفوا تفاصيل الباكج اللي اكتر من خرافي، وبنرجع بنحكي عن مواصفات الجهاز. يلا خلينا الآن ندخل بمواصفات هذا الجهاز الخرافي واللي هو القلب النابض. الأرجيلة كلها هذا هو الجهاز،
2000 ملي أمبير البطارية، يشحن بالشحن السريع تايب سي، فعلياً بطارية ممتازة، بطارية رائعة بتعطيك اللي بدك إياه وزيادة، والشحن لمدة ربع ساعة بيعطيك شغل لساعة ونص وساعتين. خلينا نحكي بعدد الملات اللي قادر يحتويها ويستوعبها هذا التانك الكبير الهائل، هو 8 ملي ليكويد. ف 8 ملي ليكويد برضه فير انك انت تشتغل عليه وزياده يومين ثلاث، ما عندك اي مشكله. خلينا الان برضه نتكلم على الاير فلو كنترول، لانه برضه يحتوي على اير فلو كنترول، فانت بتتكلم على جهاز كامل بامكانك تاخده وتطلع فيه برا، ما فيش اي مشكله. 60 وات، فهذا هو الجهاز بشكل كامل. المقاومات الموجوده من المش كويل 0.3 و0.2، مقاومات زي ما انت شايف هي دي ال، لانه اكيد مش راح تشرب عليها ام تي ال. الان راح احكي لك على مستويات النيكوتين اللي انت راح تقدر تشرب عليها ومستويات النيكوتين اللي صعب تشرب عليها، لكن هون بتحكي 0.3 و0.2 والشريحه بتعطيك لحد 60 وات، فهذا شيء اكثر من ممتاز. خلينا الان نتكلم انه السيليكون اللي هون موجود بالارجيله نفسها قادر انه انت لما تحط الجهاز خلص يحكم، وكانه ثمك هون قادر يحكم على الدريب تيب او على التانك اللي موجود منه الجهاز، وانت الان بامكانك انك شفت التنفيذ اللي هون. أرجيلة يا أخوان، أرجيلة جواها قل، جواها قل بلاستيك تقيل، أرجيلة مشان يعطيك الإيحاء كله والشكل كله أنه أنت فعليا بتأرجل. ثواني بدوش هيك، أنا بقولك شو بده. هذا شيء رائع جدا، هذا شيء. طبعا بالنسبة للمي لما تيجي تعبيها خلي بعد الماسورة بشوي بسنتي سنتي ونص، زي كأنك بتتعامل مع الأرجيلة العادية مشان تكون في مقاومة. بإمكانك طبعا تتنقل ما بين الألوان اللي موجودة هون كاملة، طبعا بإمكانك تشتغل على الأحمر على الأزرق على الأخضر، تخليه يلف تحط أبيض، هذا شيء ضوء حلو على فكرة، لكن أنا دائما مخليه على أساس أنه يعمل لي فيد يلف على الألوان. يا اخوان هاي الأرجيلة بشكل كامل هي غيرت معالم الأرجيلة الإلكترونية، لأنه فعلا هي المعنى الحرفي للأرجيلة الإلكترونية، إبداع آخر من إبداعات شركة إكسترا. فعليا هذا الشيء هو أول أرجيلة بهذا الشكل بتطلقها هيك شركة. شركة إكسترا فعلا دخلت وعملت الشيء اللي الناس بتطلبه قاعدة واللي بدها هذا الشيء. يعني أنا بالنسبة لي الآن حاب أحضر موفي، جاي على بالي الأرجيلة العادية، فبإمكان أشتغل عليها. طب تعالي على مستويات النيكوتين، أنت شو حابب تشرب عليه مستوى النيكوتين؟ أنا واحد من الناس أول ما جيت هاي الأرجيلة جبتها، فطبعا شكرا لشركة إكسترا عطتني سامبل في وورلد فيب شو مشان أعمل عليه التقييم، حطيت 6 نيكوتين. أول بف أوكي، تاني بف أوكي، تالت بف فعلا الثروت هيت راح يصير مرعب، لأنه أنت بتتكلم بدريب، يعني أنت تتعامل مع هاد كأنه دريب تيب، أنت تخيل طول الدريب تيب، فحط ثروت هيت على هذا الشيء. 6 ملغ نيكوتين فعلا كان حامي شوي، انا الان حاطط 3 ملغ نيكوتين وجدا مبسوط، ولعلمك بيجيب دماغ، بيعمل لك دماغ، يعني قادر انه يوصل لك النيكوتين، لانه انت مسافه طويله لتاخذ النفس. طبعا اي نوع ليكويد انت بامكانك تستخدمه ايا كان. اسالني الان بالنسبه للفليفر، كيف الفليفر اللي فيه يا اخوان؟ زي ما انت بتفيب عادي، من الاخر زي ما انت بتفيب عادي، جرب. كل اللي جربها شاف انه فليفرها فعليا ممتاز، لكن انا ما زبطت معي على المخبوزات، مع انه انا من عشاق المخبوزات والتوباكو، ما زبطت معي على المخبوزات، ما زبطت معي على التوباكو، زبطت معي فعليا على الفروت، لانه اصلا طول عمرنا متعودين انه الارجيل هي فروت، تفاحتين، ليمون ونعنع، علكه وقرفه، مش عارف ايش، فروت. طبعا ما فيش معسل زغلول اللي هو انا بالنسبه لي، او القصه والسلوم، انا بحب هذا المعسل، لكن برضه مش موجود هون على على ليكويد، لكن يا ريت يا شباب وفروا لنا معسل قص ممتاز راح يطلع، لكن هون انا مستخدم الفروت، واستخدمت عليه تفاحتين من شركه رولوبس، استخدمت ليمون ونعنع من شركه رولوبس، استخدمت علكه وقرفه من شركه رولوبس. وفعلا يا اخوان انت بتتكلم بارجيله، والحلو في الموضوع انت وانت بتارجل خلصت ارجيلتك خلص اعملها زي هيك واطلع، لا شيل الفحم ولا خنقت ولا خزق ولا مش عارف ايش، ولا امسك الفحم وقع على السجاد وحرق السجاد ولا اي شيء من هذا القبيل. خلصت شغلك خلص، حط اطلع برا، انت هنا ما فيش تخاف عليه، هون ما في شيء تخاف عليه، الليكويد لسه موجود عندك بجهازك، بتذيب عليه وقت ما انت بدك. رائع رائعة رائعة، عاشت ايدها شركة اكسترا على هذا الاختراع اللي راح تشوفوه نازل بالاسواق العربية قريبا. هذا الاختراع اللي هو راح يكون فعليا يدمر الارجيل التقليدية اللي احنا بنعرفها ام فحم. كان معكم ابو ورد، يعطيكم الف عافية، سلام.